موازنة عام 2019 صادمة بكل فقراتها وأرقامها التي تعيد العراق إلى المربع الأول، مربع الطائفية وتهميش المدن وتجويع أهلها. وثيقة نشرتها وسائل إعلام تؤكد أن مجموع موازنة محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين يبلغ أكثر من 815 مليار دينار، بينما موازنة محافظة بابل وحدها تبلغ 1,143 مليار دينار، أي أن ثلاث محافظات منكوبة مجموع موازناتها لا تصل إلى نصف موازنة محافظة بابل والتي لم تتعرض إلى الحرب. تشير الموازنة الاتحادية لعام 2019 بأن إجمالي موازنة نينوى بما فيها المشاريع الاستثمارية والمنح هي 143 مليار دينار. تعد محافظة نينوى ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان، وتعرضت مدنها إلى تدمير شبه كامل بسبب الحرب. من مفارقات الموازنة الجديدة لعام 2019 التفاوت الكبير بين مخصصات الوقفين الشيعي والسني، إذ تظهر أن المنح والإعانات بلغت 337 مليار دينار للوقف الشيعي وأقل من مليار للوقف السني. أما المشاريع الاستثمارية فخصص 70 مليارا للوقف الشيعي ومليارين للوقف السني. لم تراعي الحكومة ما حل من دمار في الوقف السني، حيث فقد المئات من مؤسساته ومساجده في الحرب ضد تنظيم الدولة في المحافظات الست. وبحسب الموازنة الحكومية لعام 2019 لا أمل في إعمار مدن الأنبار والديالة والموصل وصلاح الدين وكركوك وأطراف بغداد، والتي تعرضت إلى دمار شبه كامل لبناها التحتية، فيما خصصت ميزانيات للمحافظات الجنوبية تقدر بأضعاف ما خصص للمدن المنكوبة. فالمبلغ المخصص للمدن المدمرة لا يكفي لإعمار جسر ولا مشفى ولا حتى المشاريع الصغيرة، قد يكفي فقط لتوفير جزء صغير من احتياجات البلديات بحسب نواب في البرلمان.